عقد السفير خليل الذوادي رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية مؤتمرا صحفيا لعرض البيان التمهيدي الخاص برصد العملية الانتخابية. وخلال المؤتمر اكد خليل الذوادي ان الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت خبرة متراكمة وقامت بالتحضير والاعداد للانتخابات الرئاسية بطريقة محكمة مضيفا ان الاطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية جاء متوافقا اجمالا مع الالتزامات الانتخابية الواردة بالمعاهدات الدولية التي اعتمدتها مصر المؤشرات طبعا تدل على نجاح هذه الانتخابات الاقبال الكبير مشاركه فئات كثيره في هذه الانتخابات التسهيلات الممنوحه للناخب وفي نفس الوقت شعور المواطن المصري بأن بأهمية إنجاح هذه الانتخابات وهو الشيء الأساسي بأن المواطن المصري على وعي كامل بمجريات الانتخابات وكانوا تجاوب يعني شو أقول في بعضهم تجليل الفرحة والابتسامة على وجوههم وهذا دليل حبهم لبلدهم وفي نفس الوقت اهتمامهم بأن تكون الانتخابات ناجحة 100%